بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، شوطنا الثامن الذي انطلق خصوص الجعدان الجنات الاصايل، نتمنى ان شاء الله التوفيق والناموس للمشاركين هنا في هذا الانطلاق على ارضية هذا الميدان. نتمنى ان شاء الله كل ما هو جديد في هذا العالم المميز، هذا العالم الساحر هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المودة. صدارتنا عنواننا المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبد الله بن مر بن حلوى الشبي، مضمر هداد النقل على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وهناك عتيج بن سالم العرطي مضمر ومتابع ما شاء الله مع العاند، وفي المركز الثالث مسيد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيج بن سالم العرطي ايضا حاضر، ابو عتيج هنا في ابو سالم في هذه الانطلاقات. رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع مناسب، وفي المركز الخامس للطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السادس ما شاء الله تبارك الرحمن سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن شينان مع بطاش المري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع هناك السليماني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم خليفة بن خميس رغويس، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن مغامر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد سويدي، وتاسع المراكز ما شاء الله زعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، وفي المركز العاشر والاخير غيار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن خلف بن علوه. التواصل مستمعينا الاعزاء هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا في أرضية هذا الميدان، ننقل لكم هذه الأحداث الجميلة، ننقل لكم هذه الأحداث المميزة. شوطنا الثامن وهنا 2 كيلومترات نقطعها، والمتبقي 2 كيلومترات من عمر هذا الشوط، نتمنى إن شاء الله دائم التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا في أرضية هذا الميدان. التواصل مستمر والناموس متجول ما بين هذه الأسامي العملاقة، هذه الأسامي الجميلة، هذه الأسامي المميزة، حضور وجمهور ولطام اللي غير على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المغمر سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز الثاني بطاش لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان المري، وفي المركز الثالث اللي وصلنا ما شاء الله تبارك الرحمن زعفران لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي المضمر المتابع ما شاء الله مع هذه الانطلاقة. مسيد يأتي رابعا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهناك عتيج بن سالم العرضي الحميري، وصل هداد ولا هناك من الجانب الآخر أيضا حاضر في هذه اللحظات مغامر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، وأيضا أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، وسابع المراكز اللي في المركز السابع ولا السادس ما شاء الله. شوف الدخول، الله شوف اللي قادم، شوف اللي قادم، مبلش 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 لحبروت بن سالم بن حبروت الجسبي، يا سلام يا بن حبروت، الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، صاحب نقطة في الأسبوع الماضي يبغي يعيد الإنجاز الجميل، يبغي يعيد الإنجاز المميز، يا سلام يا حبروت المضمر الصغير الخطير في هذا العالم، ولكن مسيد مسيد على المركز الأول مسيطر على مقدمة هذا الشوط. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ورا، وعتيج بن سالم بالعرضي النقل على المركز الثاني، هناك اللي في المركز الثاني للطام لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري، وصلكم مبلش وصلكم مبلش لسمو الشيخ حشر بن محمد بن ثاني بن يمعى ثاني، وحبروت بن سالم الحبروت حاضر مع هذه الانطلاقات الجميلة.
أم سيد، أم سيد يبغي يتسيد، يبغي يتسيد، يبغي يسيطر على الجعدان، يبغي يسيطر على المركز الأول، ولكن اللي في المركز الثاني، هناك اللي وصلنا في المركز الثاني، الله يا اللحظات الأخيرة، الله يا اللحظات الأخيرة، أشوف هداد من الجانب الآخر، من الجانب الآخر هداد، لسموه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي، ولكن مبلش يحاول، هداد صامد، مبلش يحاول، هداد على المركز الأول، لسموه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي مبلش، أيضا هنا حاضر لسمو الشيخ حشر بن محمد بن ثاني بن إمعه المكتوم، ولكن تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، شكرا. عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي المركز الثاني، لسمو الشيخ حشر بن محمد المشتوم المركز الثالث، سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المركز الرابع، سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. 6 دقائق التوقيت الزمني، ما شاء الله 11 ثانية 20 جزء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الانطلاق الجميل والمميز، تهانينا والناموس.